متابعي غان شوف تيفي لوس، اهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مدينه تطوان. اليوم عندنا واحد الضيفه من عيار ثقيل، طفله جميله ذو 9 سنوات، سعاد قرباص. هذه الطفله من مدينه تطوان متسبينا خلقت الحدث على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي. طبعا تم اختيارها المسابقة تحدي القراءة للحلم ديالها أنها تمثل المغرب في دولة الإمارات. طبعا وسبق لنا أن فاطمة أخيار مدينة تطوان اللي كانت الفائزة السنة الماضية من مدينة تطوان. إذن متسبينا باش نوضعكم في الصورة ذات الشابة، عفوا ذات الطفلة الجميلة اللي عندها 9 سنين وكتقرا في المدرسة العمومية. وعتشوفوا المفاجأة من عيار ثقيل متسبينا أنها الطفلة تبارك الله عليها. نتمنوا الدعوات ديالكم والتشجيع ديالكم وتبارك الله عليها. غنخليوها هي تقدم راسها وتعطينا شنو باغا وشنو الحلم ديالها وكيفاش شاركت وكيفاش كتعيش حتى في الحجر الصحي متسبينا، والقراءة ديالها واش عن بعد او عن قراءة، عن بعد او عن او حضوري. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا سعاد القرباص، عمري 9 سنوات، ادرس بالمستوى الرابع ابتدائي بمؤسسة عبد الرحمن الداخل بتطوان. شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي وانا في المستوى الثالث ابتدائي، واستطعت ان اجتاز الاقصائيات المحلية والاقليمية لاصل الان الى الاقصائيات الجهوية، واتمنى ان اتأهل الى الاقصائيات الوطنية لكي امثل مدينتي ثم وطني احسن تمثيل في دولة الامارات العربية كالبطلة مريم امجون وفاطمة الزهراء اخيار. وأتمنى في المستقبل أن أكون كاتبة وشاعرة مشهورة كسائر الكتاب كالكاتب أحمد عبد السلام البقالي، فهو كاتب وشاعر من المملكة المغربية وبالضبط من مدينة أصيلة، ويتناول في كتبه الفئات الصغرى والكبرى. وأنا أنصح الجميع بالقراءة لأن القراءة غذاء العقل والروح، وهي ترقى بنا إلى النضج والمعرفة وتأخذنا لعوالم وأزمنة وأماكن لم نشاهدها من قبل، وهي أيضا سفر في أفق العلم والمعرفة. وفي ختام لقائنا هذا أتقدم بالشكر أولا لله عز وجل على توفيقه لي ولمعلمتي حنان درجاج ومؤطرتي نبيلة وسهيلة كوتت ومعلمي عبد الإله وعادل وعزيز كل المعز وكل الأطر التربوية لمؤسستي على دعمهم لي. وكذا أخص بالشكر عائلتي وكل من ساندني كبيرا أو صغيرا، وأشكر أيضا جزيل الشكر السيد منير أفلال. وشكر خاص لأختي وصديقتها نادية وقناة شوف تيفي على حسن الاستضافة. على ضوء ذلك حدثنا شنو الكتب اللي كتقرأ، شحال من كتاب قريتي؟ قرأت ما يفوق 80 كتاب، ولكني قد شاركت في 80 فقط. كيفاش كانت المسابقة والتحدي وشنو الإحساس؟ كانت المسابقة جميلة جدا، فأدخلت إلى روحي حب القراءة. المسابقة كيفاش كان، عن قرب ولا عن بعد؟ اختيار ديال باش تم الاختيار ديالك هنا في مدينة تطوان. في الأول كانت عن قرب، ولكن عندما ذهبنا إلى النيابة قمنا بها عن بعد. وكيفاش كتدوزي كيفاش كتتعاملي مع هذه الجائحة مع كورونا والدراسة، حدثنا عن ذلك. أراجع دروسي جيدا في المنزل، وفي وقت فراغي أقرأ بعض القصص، وأيضا أحب القراءة كثيرا لأنها تنمي فكري ومعرفتي، فأستطيع أن أعرف الكثير من الأشياء. وأنا ألتزم بالحجر الصحي فأرتدي وبقواعد وزارة الصحة، فأرتدي كمامتي وأتباعد وأيضا أعقم نفسي. شكون هما الكتاب يعني اللي كتعشقهم انت ولا كتقرا لهم الكتابات ديالهم؟ عبد الحميد الغرباوي وأحمد عبد السلام البقالي. شنو كتحلمي تكون في المستقبل؟ كاتبة وشاعرة مشهورة. شنو النصائح اللي تعطين التلاميذ على مستوى القراءة؟ أنصحهم بأن يتابعوا دراستهم، فالدراسة والقراءة تجعلنا متفوقين وأيضا تنمي فكرنا، فنتعلم الكثير من الأشياء. وأقول لكم أنا شخصيا القراءة فالقراءة، إن القراءة هي مصدر العلم والمعرفة. شنو الهواية المفضلة ديالك؟
رسامة ومعلمة. رسامة، شنو كترسمي؟ أرسم لوحات عديدة. نعم سمعتك. أرسم لوحات عديدة. مثلا؟ أميرات، زهور، طبيعة، أشجار. كتعشق الرياضة؟ نعم أعشقها كثير. شنو نوع الرياضة اللي كتمارس؟ تيكواندو. تيكواندو، تبارك الله. إذا المتتبعين كنشوف تي في، طبعا هنا مازال معكم في هذا البث المباشر مع الطفلة والتلميذة الجميلة سعاد قرباس ذو 9 سنوات اللي الحلم ديالها أنها تفوز وتمشي تمثل المغرب في دبي. هضرنا على هذا الإحساس، تكلمنا على هذا الإحساس. الإحساس بأنك قد تشارك في مسابقة عن القراءة جميل جدا، فيجعلك تعرف الكثير من المعلومات وتنمي فكرك أكثر فأكثر بالمعلومات. شنو النصيحة اللي تعطي للتلاميذ يعني أنهم يهتموا بالدراسة والقراءة؟ عليكم أن تهتموا بدراستكم، فالدراسة والقراءة هي أهم شيء في حياتنا وهي من تحقق لنا مستقبلنا الزاهي. وشكون اللي يشجعك من البداية على هادشي؟ عائلتي وخاصة أختي ومعلمتي وصديقتها نادية. وشنو علاقتك مع الأطر التربوية ديالك في المؤسسة؟ إنهم يساعدونني كثيرا في دراستي ويقدموني للكثير من القصص، ولذلك أشكرهم شكرا من أعماق قلبي. كيفاش تحبنا كيفاش كتوفقي بين الدراسة والتيكواندو؟ انت كتمارسي في النادي ياك، يعني في قاعة رياضية. نعم. مع الجائحة دابا راه الأندية القاعات الرياضية مغلقة، ولكن كيفاش كتوفقي بين الدراسة والرياضة؟ أعطينا الرأي. أنا أنظم وقتي، فقليلا أدرس وقليلا أقرأ وأتناول أكلي، ثم أذهب إلى ثم أقوم بالرياضة في منزلي مع أخي الصغير، وطبعا أذهب إلى المدرسة. المدرسة العمومية. نعم. شنو رأيك في المدرسة الخصوصية، يعني المستوى بين المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية؟ أحببت مدرستي أكثر، فأنا أنشأت فيها صداقات كثيرة وأعرف فيها الكثير من المعلمين الذين قرأت معهم. إذن متسابقا شفت في، احنا مازال معكم في هذا البث المباشر مدينة تطوان، وبالضبط التلميذة سعاد قرباس القاطنة أو الساكنة بحي كرة سبع مدينة تطوان، من الأحياء الشعبية المعروفة هنا في مدينة تطوان، واللي تيطل كذلك على هذا الكورنيش الجديد اللي استضفنا فيه هذه التلميذة الجميلة. ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله، وطبعا التشجيع ديالكم متسابقاً شفت في داخل الوطن وخارج الوطن، لأن الحلم ديال هذه التلميذة، ونتمنى وصادقين أن إن شاء الله نشوفوا عبر القنوات الدولية كتغطي لها الفوز ديالها والنجاح والتفوق ديالها بديلات أو في دولة الإمارات دبي بالخصوص، مثل السنة الماضية اللي كانت الطفلة أو التلميذة فاطمة أخيار. شنو إحساس كنتي كتشوف تطواني يا السنة الماضية، يعني التلميذة فاطمة أخيار وهي الفائزة؟ كان إحساسا جميلا، فأردت أن أشارك أنا أيضا وأصل لمستواها أو أتخطاها. ممكن يعني كاين التحدي؟ نعم. مثلا هضرنا على التحدي وشنو الطريقة اللي لقد اشتركت. أولا واجهت الإقصائيات المحلية في مدرستي، ثم الإقليمية، وتنافست مع عدة مدارس ولقد فزت، وأتمنى أن أتأهل إلى الإقصائيات الوطنية. تبارك الله. أنت باش سؤال يعني خارج المسابقة، بالنسبة للمؤسسة ديالك كديري سوايع إضافية يعني سوايع؟ لا لا. تفضل. شنو رأيك في التلاميذ اللي كيديروا السوايع؟ أين هو الخلل؟ علاش كيديروا السوايع؟ صحيح. يمكنهم أن يقوموا بها أو لا، هذا يطبق عليهم إن أرادوا أن يتقدموا في دراستهم، ولكني أنصح بأن تراجع معهم أمهم أو فرد من عائلتهم، فذلك يساعدهم أكثر. إذن ولا يبذروا ما لهم. نعم. ولا يبذر مالهم. طبعا لانك شيء مكلف، والظروف الاسريه والعائليه كتلقى الاب مسكين ضعيف مع هذه الجائحه. اوكي. اذا متسابقا شفت بها، مازال معكم في هذا البث المباشر، طبعا طولنا معكم في الحديث مع هذه التلميذه سعاد قرباس من مدينه تطوان ومن المؤسسات العموميه كما قلت بحي كره سبع. الحلم ديالها ان شاء الله لما لا انها نشوفوها في المنصه الشرفيه بدوله الامارات وبالضبط بدبي،
وتكون ان شاء الله الفائزه مثل السنه الماضيه كما كانت التلميذه فاطمه اخيار. اذا قبل ما نقطع معكم هذا المباشر، شنو النصيحه؟ دائما غنرجع النصيحه اللي يمكن تقدم للتلاميذ والاطفال اللي في السن ديالنا. عليهم ان يقرأوا ثم يقرأوا ثم يقرأوا، فالقراءه هي اهم شيء في حياتنا، وهي من تحقق لنا طموحاتنا وتجعلنا متفوقين في دراستنا. اذا متسبين احنا مازال معكم في هذا البث المباشر، غادي نستضفوا الاخت ديالها باش تحدثنا طبعا على يعني الاخت ديالها. تفضل جلس قدامها باش تفضل، عطي الميكرو للاخت ديالك. هضرنا اختي على الاخت ديالك هذه الصغيره. السلام عليكم، انا الخالد سعاد القرباس وتنادين اختي لانني اختها الكبيره. قرب الميكرو عندك، تفضل. سعاد القرباس تلميذة جد متفوقة تحب القراءة منذ صغارها وتتقن الحديث باللغة العربية، وأتمنى لها التوفيق في مسابقتها وفي دراستها أيضا. هضرنا على الشخصية ديالها داخل الدار، كيفاش واش يعني شنو اللي كتقضي النهار ديالها؟ تبارك الله عليها لأنها تلميذة جد متفوقة. تقضي يومها عندما ملي كتنوض في الصباح كتأدي الواجبات الدينية ديالها، تصلي أول شيء تصلي الصبح، ثاني حاجة كتناول الفطور وجبة الفطور، من بعد كتقرأ شي قصة ولا كتاب اللي كتبغي هي، من بعد في الظروف الاستثنائية كتمشي للمدرسة كتقرأ 3 أيام، من بعد كترجع في العشية وتخرج الواجبات ديالها، ومن بعد عاوز كتعاود تقرأ. دائما القراءة من الطقوس اليومية ديالها، فهي تحب القراءة كثيرا، وانا انصحها بالقراءه واتمنى لها التوفيق. وشنو احساسكم انت كخالتها يعني انها وصلت لهذا المستوى وكتطمح ان شاء الله انها توصل الامارات؟ هذا فخر بالنسبه لنا، وماشي غير احنا كعائله ديالها، وانما فخرها لتطوان كامله، مدينه تطوان خاصه، وانها تدرس في المدرسه العموميه، فهي جد متفوقه وشعله بالمدرسه عليها طبعا. شكرا. طبعا اول مره كتخرج في الاعلام هي، اعتقد اول مره. اذا متسبقا كنشوف تبي كيف ما سمعتوا لسان خالات التلميذه الجميله سعاد قرباس القاطنه بحال نوضعكم في الصوره متسبقا، حيكون السبع وهذا اللي امامنا يعني الخلف ديال هذا الصوره عفوا هو اللي امامكم. غادي ندردشوا معها طبعا لانها هي كتصلي الفجر. هضرنا على الجانب الديني، تبارك الله عليكم انك انت كتنوضي الصباح وكتصلي. أقوم بصلاة الفجر وأقرأ بعض السور الدينية، ثم أذهب أتناول فطوري وأقرأ بعض القصص وأنجز واجباتي، ثم أذهب إلى مدرستي. مش كتنصح الأطفال أنهم يصلوا؟ نعم أنصحهم، فالصلاة أول شيء والقراءة من بعدها، وعليكم أن تصلوا وتقرأوا، فهاتان فائدتان نصح بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا متسبقا شفت فيك كما سمعتوا معنا وكنا في الضيافة، استضفنا عفوا هذا التلميذة الجميلة سعاد قرباس، عندها 9 سنين، الحلم ديالها طبعا نتمنوا بالفعل أكيد على حسب المستوى ديالها تبارك الله غادي يتحقق، ونتمنوا بالفعل أنها نشوفوها كما قلت على المنصة الشرفية بالامارات وبالضبط دبي في مسابقه تحدي القراءه عفوا. متسبعينا كنا معكم مباشره من تطوان، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم، كان معكم معتكف كالعاده، الى اللقاء في مباشر اخر.